أصدقائي، سلام الله عليكم، مرحبا بكم في برنامجكم الكرة مع عزيز. لأول شيء غادي نوجه واحد التحية كبيرة للمنتخب المغربي، الأبطال ديالنا والإطار الوطني الكبير وليد الركراكي والطاقم التقني ديالو اللي وفر الظروف الملائمة يعني لدراسة الخصوم. يعني الطاقم التقني ديال وليد الركراكي حتى هو قام بواحد جهد كبير ليوفروا لوليد الركراكي الشغل في أريحية. اللاعبين اللي تقاتلوا وعطوا يعني الجهد ديالهم، ويعني جهد كبير سبب ليهم واحد إجهاد بدني، واللي عطانا اصابات. السؤال اللي كيتسالوا بعد الاخوان يعني هو اسباب الخساره في المباراه ديالنا مع المنتخب الفرنسي. اول شيء يعني الاسباب، من ضمن هذه الاسباب هو الاجهاد البدني اللي تعرضوا ليه بعض اللاعبين. ثاني حاجه هو الضغط، يعني هذه راه تقريبا اول حاجه اللي غنتكلموا عليها، هذه اللي قبل المباريات قبل، هو الضغط اللي تعرض ليه وليد الركراكي وبعض اللاعبين منهم كنصيري. يعني الاجهاد ثاني سبب ليه سبب سبب ديالو هو الفارق التقني والتكتيكي بين اللاعبين. الخدمه اللي كيديرها نصيري ما يقدرش يديرها شي لاعب احتياطي، لك الاحتياط يعني مع الاسف اللاعب الاحتياطيين ديالو كذلك ما يقدروش يديروا ديك الخدمه. كذلك اوناحي وسايس واجرد والمرابط، هاد اللاعبين صحيح ان الاداء ديالهم تطور بشكل كبير مقارنه مع اللاعبين الاحتياطيين، يعني ديالهم تطور بشكل كبير مقارنه مع اللاعبين الاحتياطيين ديالهم. ثاني كذلك بالنسبه للطريقه ديال اللاعب اللي اختارها وليد الركراكي اللي هي 5-4-1، فاختارها باش اول حاجه يسد يعني يضيق المساحه على مبابي وديمبيلي. يعني كذلك التمريرات العرضيه اللي كانت يعني متاحه لينا حنا كانت عندنا فرص على ان نديروا تمريرات عرضيه يعني من الاطراف، فما كناش كنديروها. اللهم بعد التمريرات ديال اوناحي، التمريره ديال اوناحي وحكيمي وكذلك بوفال، واللي شكلوا خطوره على المنتخب الفرنسي. المنتخب الفرنسي كذلك حتى هو اللي كان كيعاني من غيابات، لكن اللياقه البدنيه ديال اللاعبين ديال المنتخب الفرنسي فهي لياقه بدنيه عاليه. يعني صراحه بالنسبه للتغيير التكتيكي اللي بدا به وليد الركراكي، كيف ما كنعرفوه في الكوره يعني اي متتبع لكرة القدم فتيقول المنطق هو وتلعب مباراة بمباراة. المباريات يعني اللي لعبناها يعني كلها التكتيك المطلوب ديالها لعبناه هو هذاك، يعني تقريبا يعني جميع المتتبعين التكتيكي راه كنا مزيان. يعني لشنا مباراة مثلا مباراة بلجيكا راه ماشي هي مباراة ديال كرواتيا، يعني وماشي هي مباراة كندا، وكذلك ماشي هي مباراة الإسبانيا أو البرتغال. مباراة فرنسا وليد الركراكي حاول يسد على الجناحين بابي وديمبيلي ويسد العرضيات اللي غيجيو الجيرو. هذا الشيء تقريبا هذا الشيء علاش لعبنا 5-4-1، لكن اللي بعثر لنا الأوراق ديالنا هو يعني الأوراق ديال وليد الركراكي هو عدم جاهزية أجريد ورومان سيس اللي نتج عليه دخول المكان ديالهم اشرف داري وكذلك لعب اليامع. كذلك عدم جاهزيه مزراوي، كون كانوا هاد اللاعبين يعني الجاهزيه ديالهم او اتم الجاهزيه ديالهم فكونوا على يقين ان المباراه غادي تاخذ منحى اخر. يعني رغم ان المنتخب الفرنسي يعني من البدايه خلانا نلعبوا الكره وهو لعب على المرتدات، يعني فرنسا الا بغيتي تتفوق على فرنسا فخصك تخرجها عندك نص تيران ديالنا، يعني تخرجهم يلعبوا الكره، تخرجهم عندك باش يبقاو لك مساحات التيران ديالك وتلعب على المرتدات. كذلك خصك يعني الا جاتك فرصه ما خصكش تزقلها، يعني خصك تمشي، يعني خص الفرصه تمشي للشبكه. وجاونا فرص مع الأسف ما تعاملناهاش معها بالشكل المطلوب بسبب
يعني ما غاديش نقول انانيه بعض اللاعبين يعني. يلا كذلك يعني المرابط، يعني المرابط عنده مشاكل تقريبا في يعني في اللاعب الهجومي وفي لا رولونس من وسط الميدان. يعني الهجوم عنده مشاكل، لكتي لاعب هجوميا فخص المرابط يعني ما غاديش يعطيك تمريرات دقيقه لقدام، ما غاديش يبني لك اللعب يعني في البناء، غادي تلقى مشاكل. يعني بحال تقريبا خصنا مثلا اللاعب ديال اللعب ديال المرابط ماشي هو اللاعب ديال اوناحي. يعني اوناحي كيفاش كيبني اللعب وكيفاش كيسيطر على وسط الميدان، فإذا كانوا هاد اللاعبين مجهزين غلقاو مشاكل. يعني فملي كيخرج مثلا نصيري كتعودوا ثاني، يعني كتعودوا ثاني يا اما بوالد جديرة او حمد الله. الحمد لله اللي بان عليه عدم الجاهزيه اللي بحال هاد المباريات ديال كاس العالم، هاد المباريات ديال كاس العالم خصهم لاعبين يعني كما كنقولوا بلغه القاد بلغه كره القدم، خصهم يكونوا يعني خصهم يكونوا حراته زعما، خصو يكون لعاب كبير، خصو يبقى يجري بزاف ويقلب على البالون ويقلب يبرزط لك لا ديفونس ويخدم. يعني يكون ماشي يكون انه يلعب يعني بحال الحمد لله ما كيتحركش بزاف. يعني الايقاع ديال الايقاع ديال المباريات ديال كاس العالم خصو راه ايقاع عالي. فوليد الركراكي كان عارف هاد الشيء وصرح به يعني شخصيا بعدم جاهزية خصوصا حمد الله وبعض الناس. يعني بعض الناس باش طالبوا على ان ما يمشيش مثلا نصيري في اللائحة ويمشي المكان ديالو يعني الحمد الله. والمدرب يعني لولا انه اكد على ان نصيري يمشي، فهاد الناس خصهم يشجعوا المنتخب ويشجعوا الاختيارات ديال المدرب، وخاصها تكون تناقش مع الطاقم التقني. يعني خاص الاختيار ديال الوليد الركراكي عنده حق يتناقش مع الطاقم التقني اللي هما امزين وبن محمود وموسى الحبشي وهاريسون كينغستون هاريسون هذا اللي كان مساعد ديال مدرب ليفربول. هادو هما اللي خاصهم يعني يتناقشوا بالتفصيل مع المدرب الركراكي على الاختيارات ديالو. الباقي خصو يبدي رأيه. كذلك من حقه يطالب تفسيرات يعني على كل لاعب على حده، يعني في المراكز كل لاعب في المركز ديالو يعطيو رأيهم فقط. كذلك خصنا ممثلين ديالنا في مركز القرار في الفيفا، يعني باش ما يبقاش بحال هذا الحكم يعني المكسيكي يعني اللي يذبحنا صراحة وحرمنا من ضربتي الجزاء اللي كانت واضحة حسب الاختصاصيين واللي ما رجعوش فيها حتى الفار، ما رجعوش ليه. واكثر من هذا الشيء كان كيعطي انذارات يعني على الخطأ ديال الخصم ديالنا. ولا لاحظتوا الطريقة باش الحكم المكسيكي عطى الانذار لبوفال، فيه استفزاز كبير يعني. الله يهدي علينا الناس وصافي. على العموم فالمنتخب المغربي خلى دول عربية ودول أوروبية ودول يعني من أمريكا اللاتينية يعني خلى أن تحلم بإنجاز كبير يعني اللي حقه المنتخب المغربي، ورفع رأس كل العرب ما عدا اللي ما بغاوش يعترفوا هذاك راه شغلهم. الناس ربحات سباليون وربحات بلجيكا وربحات البرتغال واللي كانوا مرشحين للفوز باللقب، فهذا فخر لينا وفخر للمغاربه، احب من احب وكره من كره. فخصنا نحيوا بحرارة الابطال ديالنا على القتاليه ديالهم وعلى كل من ساهم في هذا الانجاز، يعني في هذا الانجاز التاريخي. يعني خصنا نحيوا بحراره وصراحه اللاعبين والله يرحم لهم الوالدين صراحه. يعني راه فرحونا وفرحوا جميع الامهات ديالنا والاباء ديالنا، يعني عطاونا واحد ثقه كبيره وعطاونا اننا نشوفوا لقدام واننا نفكروا في كاس افريقيا اللي جاي، وخاصنا ان شاء الله نكونوا في المستوى. فنحاول ناكد على ان الركراكي خصو يعني من الان فصاعدا خصو يفكر في استراتيجيه باش نفوزوا في كاس افريقيا الجايه ان شاء الله. بالنسبه للمباراه الجايه غادي نقوم بالتحليل ديالها في الحلقه القادمه ان شاء الله، وكذلك على التشكيله المرتقبه اللي غادي نلعبوا بها مع كرواتيا واللي غيحاول فيها المنتخب المغربي يحرز
على المركز الثالث إن شاء الله. شكرا لإخواني أصدقائي على الأسئلة ديالكم، وكنوعدكم أنني غنجاوب إن شاء الله في الحلقة القادمة، وشكرا.